السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا مشاهد. يا فضيلة الشيخ، أنا عندي مشكلة يعني جامدة خالص، مش نعم. عارفة أبدأ الكلام فيها إزاي. تفضلي مع حضرتك. أنا متجوزة بقالي 6 سنين، من بقالي يعني متجوزة بقالي 6 سنين، من 3 سنين ابتدى حماية يعني يبص لي بصات مش كويسة ويكلمني كلام مش كويس ويخلي جوزي مش موجود في البيت ويجي يخبط عليا. فانا ابتديت ان انا اشتكي لجوزي. انا بلاحظ على ابوك ان هو بيبص لي بصات مش كويسة، يعني اكن واحد كده من الشارع بيغازل واحدة، الراجل ده كام سنة يا ست أم بالرغم مشاهد؟ ان انا حماية. ده بقول له يابا، عنده كام سنة؟ يعني هو عنده 55 60 في الحدود دي يعني. طيب، فانا وحماتك لما موجودة جيت يا ان انا مشاهد ولا ايه لأ؟ احكي حماتك لجوزي على موجودة؟ اللي بيحصل، حبيت ان هو يكون على نور. يعني أم انا مشاهد مستغربة الوضع، يعني اتفضلي. انا بقول له يابا وانا مستغربة الوضع، الحركات اللي هو بيعملها. يعني طلب مني، عايز مني بوسة، بيقول لي انا عايز بوسة، غير الحاجات اللي هو كان بيطلبها. وانا كنت بروح اشكي لجوزي، جوزي ما كانش يصدقني، كان يقول ابويا مستحيل يعمل كده. ففي يوم من الايام قلت انا لازم اتكلم مع الراجل ده، اب بنته. يا بابا، انا بقول لك يابا، ما ينفعش الحركات اللي انت بتعملها ولا الطلبات اللي انت بتطلبها مني، عيب، انت زي ابويا وما تخليش مشاكل تحصل. ما سمعش الكلام برضو، اللي في دماغه في دماغه. قال لك ايه لما قلت له كده يا مشاهد؟ قال لي انا بهزر معاك، يعني طلب ان هو يبصني وبقول له عيب كده، يقول انا بهزر معاك. طب انا مرات ابنك، يعني فين يعني انا مرات ابنك وانا بعاملك بقول لك يابا، في اكتر من كده؟ لما جيت اتكلم أعوذ وقلت بالله. لجوزي، وجوزي كلم امه قال لها ياما بيحصل من ابويا كذا كذا، ما ينفعش. قالت له ابوك لو زنى معاها مش منه عيب، يا سلام. ابوك مش منه عيب، ده هي اللي بتقعد بشعرها قدامه، ده هي اللي بتلبس ملابس، يعني المفروض ان الملابس دي تلبسها لك انت بس، بتلبسها وتطلع لابوك. فانا قلت لها حرام عليكي، انت ليكي ولاية، ليه بتقولي كده عليا؟ انت شفتيني بعينيكي؟ مش حرام عليكي كده؟ لو انا اللي بعمل معاه الحاجات دي، انا ايه اللي هيخليني اتكلم؟ اللي هيخليني اتكلم، ما انا اسكت واخلي الامور ماشيه والدنيا حلوه خالص. انا ايه اللي هيخليني اتكلم واروح اشكي لجوزي؟ ده انا بقالي 3 سنين بقول لابنك ابوك بيحصل منه كذا وابوك بيحصل منه كذا كذا، اعمل ايه؟ هو انا ارجع على الوضع ده؟ تقول له دي انت لازم تطلقها، لازم تطلقها دي، ما تقعدش. انتوا عايشين في بيت واحد يا مشاهد؟ نعم، عايشين في بيت واحد، في شقة واحدة؟ انا بص حضرتك، انا ليا شقه جنب البيت بتاعهم بالظبط، وبنزل كل يوم الساعه 7 اروح بيت العيله، يعني انا في بيت عيله بس وقت النوم بروح بيتي. تمام. فقالت له انت لازم تطلقها، اجي اخوك. قالت له تعالى شوف مرات اخوك بترمي بلاها على ابوك، ده بتقول كذا كذا، وابوك لو عمل ايه معاها ابوك مش منه عيب، ده هي اللي منها العيب، وشتمتني وبهدلتني وفضحت الدنيا. ومحمد جوزي قال لها بلاش خلاص، يعني ابويا اللي عمل كده، يا ريت نلم الدور ومحدش يعرف. وقرا الفاتحه مع امه ان هي ما تطلعش تتكلم. دلوقتي يا فضيله الشيخ، الجيران، الناس اللي في الشارع، قرايبه، كلهم واخدين عني فكره ان انا اللي كنت بلبس له وانا اللي كنت بغريه. وانا والله العظيم 3 ان انا كنت بعامله زي ابويا، زي ابويا يا ناس. وانا اتكلمت معاه اكتر من مره وقلت له انا زي بنتك، عيب كده؟ ده انا مرات ابنك يا فضيله الشيخ. ده لما كان بيطلب مني طلب كان هتديني بص زي جلطه كده، هموت يا ناس، ازاي ده انا مرات ابنك، انا بنتك يعتبر. دلوقتي الناس كلها وقرايبه كلهم مفيش حاجة غير سيرتي والكلام عليا،
وهم يقولوا دي يعني دي فيها كل الصفات. طيب انت انا مش لسه عارفه اعيش. ام شاهد، ام شاهد انت لسه بتروحي البيت عند لا لا لا، حماكي هي وحماتك؟ طردتني اصلا، هي طردتني من البيت، كويس. هي طردتني من البيت وقالت ما عندكش تخش عليا تاني انت، وشتمتني وبهدلتني. فانا طيب من ساعه هسألك الموضوع سؤال ده بس، قلت لها الكلام حرام ده عليكي، اسمعيني يا انت مشاهد، ولي حاجه بيت ربنا. ام شاهد اسمعي اسمعي واحكمي، انا يا هرمي مشاهد بلايا ليه على اسمعيني جوزك؟ انا اسمعيني. ايه اللي هيخليني اجوز كده؟ ايه اللي هيفتح دماغي ان انا اتكلم في حاجه زي كده اذا كان هو عملها فعلا؟ انت سامعاني؟ اه سامع حضرتك. طيب لما هي، لما حماتك طردتك من البيت بعد الموقف ده، الاول حماكي كان المواقف دي حصلت عنده في البيت ولا عندك انت في البيت؟ في البيت حصلت عنده في البيت، وفي عنده الايام هو، الاخيره لكن دي ما جاش عندك. بقى يجي يخبط عليا في بيتي، يبقى جوزي مش موجود، ابص جاي يخبط عليا في بيتي انا الخاص بيا، جاي يخبط عليا كمان بقى. ده ما ايه كنتش البجاحة برضه دي؟ افتح له، بس انا لما لقيت ان المواضيع زادت كده قلت انا لازم اتكلم، لازم اقول لمراته، لازم اقول لعياله اعمل ايه. وفي نفس الوقت يعني موقف طيب حساس بعد خالص ما حماتك ام يعني. شاهد، بعد ما حماتك قالت لك ما عنديش تيجي هنا وما تخشيش هنا تاني وطردتك من البيت، هو ما برضو عدتش بيجي بروح. لك بيتك ولا لا؟ نعم؟ لما حماتك طردتك من البيت هو برضو اه بيجي لك عندك البيت ولا لا؟ لا لا، بطل، ما طيب عادش خلاص فيهم حاضر، حد طيب بيكلمني خالص، حاضر ما هرد عادش على حد حضرتك يا ام شاهد، بيكلمني. حاضر هرد عليك. هو كده الموضوع محلول، بس انا عايز اقول حاجة. يعني لما راجل يبقى عنده 55 سنة او 60 سنة او اكتر او اقل، زي ما قالت كده ام شاهد، ده مرات ابنك، دي بنتك، لما حضرتك تفكر تبص لها بس بصة كده وهي موجودة في البيت، يبقى انت راجل مش مظبوط. لما الحما نفسها زوجته تقول ده هو لو زنى بيها انا هعذره، تعذري ايه؟ ده كده يعني اقول بيئة ايه؟ اقول الراجل والست دول ايه؟ لما الزوج نفسه يعرف ان ده بيحصل من ابوه، احنا في بيت. وانا قلت قبل كده يا جماعة، وناس زعلوا مني قوي، زعلوا منه مني قوي، لما قلت ان مرات الابن مش مطالبة شرعا انها تخدم الحما. شرعا هي مش مطلوبة بكده، مش مغصوبة على كده. انت حضرتك لما اتجوزتها ما اتجوزتهاش خدامة لوالدتك. ناس زعلوا قوي، شوفوا دلوقتي نتيجة اللي بيحصل اهو. لو كان هيحصل حب بينا بالحب وبالأدب وبالاحترام، مرات الابن تروح تخدم حماتها وتخدم حماها وتنام تحت رجليهم، لما يبقى الحما ست محترمة، ولما يبقى الحما راخر الراجل والست محترمين، مرات الابن تشيلهم من على الأرض وتشيلهم على دماغها. لكن لما يبقى في موقف زي كده، ساعتها نقول هي مش مطالبة انها تروح. انت حضرتك عايز حد يخدم ابوك وامك، هتلاقيهم خدامة على حسابك، او هم يجيبوا خدامة على حسابهم. لان دايما بنقول حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحم الموت، الحم الموت. يعني ايه؟ يعني الزوجة لما العلاقة تبقى مفتوحة بينها وبين اخو زوجها بيحصل مشاكل، ولما العلاقة تبقى مفتوحة بينها وبين حماها تحصل مشاكل وتحصل كوارث ومصايب زي اللي احنا بنسمعها. لما يحصل زنا المحارم ده او التعدي ده، او راجل محترم المفروض ان انت محترم تقول لمرات ابنك هاتي بوسة، وبعدين تقول لها ده انا بهزر معاكي، لا هزارك سئيل وهزارك بايخ وهزارك حرام وهزارك يودي جهنم، ده ما ينفعش. دي مرات ابنك يا محترم، ولادها دول انت جدهم، لازم تفهم ان انت جايب دي لابنك، مش جايبها ليك انت او مش جايبها للعيلة. لازم نفهم الكلام ده، الكلام ده ما يصحش. وبعدين من البجاحة تروح على بيت ابنك وابنك مش موجود عشان تقعد مع مرات ابنك؟ ايه ده؟ ايه التسيب اللي احنا عايشين فيه ده؟ لان احنا بعيد عن ربنا، لان احنا مش عارفين احكام ربنا، لان راجل زي ده راجل ما بيتقيش ربنا. وزوجة زي زوجته دي هقول بتعمل ايه عليه؟ عارفه كل بلاويه، وبعدين عايزه تلبسها للبنت. الحاجه التانيه اللي انا عايز اقولها بقى لام شاهد والغير ام شاهد، ام شاهد خلاص حماتها طردتها وخلاص، الراجل بعد ما هي ما اتطردت ما عادش بيروح لها، الموضوع كده ام شاهد انتهى. بس لو على جثتك ما تروحيش هناك، طالما الراجل ده بالاخلاقيات دي ما تروحيش هناك، وكده اكيد ابنه حاسس وفاهم وعارف. لكن